مستوى مباراة القمة كمان اللي احنا على اعتابها، وكمان بالنسبة لملف اللي بيتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل كتيرة جدا فيه. منظومة الكرة محتاجة ايه؟ احنا بعاد الى اي، احنا بعاد الى اي مدى ممكن نكون بنرجع مرة تانية لمكاننا؟ بينضم الينا واحد من نجوم مصر والنادي الاسماعيلي، كابتن أسامة خليل. صباح الخير على حضرتك يا كابتن، ومنورنا كالعادة. اهلا بيك يا مريهام، اهلا بيكي، واهلا بالساده المشاهدين، اهلا بيك يا يحيى. كابتن اسامه صباح الفل على حضرتك، وكالعاده بتنورنا يا كابتن مصر. الله يخليك يا حبيبي. حبيبي يا كابتن، يعني انا هاخد الجمله الجميله اللي قالتها. اتفضل. اتفضل. لا خليك خد الجمله الجميله اللي انا قلتها. اللي قالتها مريهام. ما انا هقولها لك اهو، لان انا متهيألي هو ده لب الموضوع اللي احنا كلنا بنفكر فيه حاليا. المنظومه الكرويه المصريه محتاجه ايه النهارده؟ خلي بالك هنا الاجابه غير تقليديه. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا كم مره يا مريهام يا يحيى انا جيت معاك وبتكلم على اخفاقات المنتخب المصري في السنين الاخيره؟ لو انتوا عدتوها كده مش اقل من 10-15 مره. صحيح. ونفس الكلام بيعاد ونفس الافكار بتعاد. لكن احنا ايه اللي محتاجينه النهارده؟ محتاجين عناصر جديده قويه في من المجتمع المصري لديها القدره على رسم استراتيجيه وعلى تطوير حقيقي. انا النهارده لما اجي اتكلم على الكره المصريه هبتعد تماما عن الاسماء التقليديه، هبتعد تماما عن كل من شارك في هذا المحفل الكبير المسمى باتحاد كرة القدم المصري. وأخفق وأصبح الآن سواء كان بيشتغل إعلامي أو بيشتغل في التحكيم أو أي من المسميات، لازم أبتعد لازم أبعد الكرة المصرية عن عدم الاعتماد على آراء هذه الشخصيات. النهاردة مثلا لما أجي أتكلم مع حضراتكم أنا بتكلم وعايز أطرح، عايز أطرح أسماء قوية رائعة في المجتمع المصري لديها القدرة على التغيير ولديها القدرة على المواجهة وليها باع كبير في الكرة المصرية وباع كبير في تطوير الكرة المصرية. هاخد كمثال لما أجي أتكلم على المهندس سامح فهمي، شخصية أكثر من رائعة وكلنا نعلم جيدا تأثيره على شركات البترول اللي كانت مشاركة في الأندية الدوري المصري. والنهاردة الرجل لديه أفكار رائعة وأنا حقيقة سعيد جدا أن دايما أتحاور معاه. ليه؟ لأنه أولا فاهم كورة، ثانيا لديه خبرات كبيرة، لديه تجارب كبيرة في الكرة المصرية من ناحية بناء فرق كروية بأسلوب احترافي. فأنا إزاي أبتعد عن كل هذه الشخصيات اللي أنا أخدت منهم مثال المهندس سامح فهمي وابتدي أفكر مع الأفكار التقليدية اللي للأسف الشديد المجتمع المصري تعب منها. فلان النهاردة بينظر في برنامج لأن عنده مساحة في هذا البرنامج يتكلم زي ما هو عايز، لكن هي نفس الأفكار تعاد. فأنا بقول لمريهام وبقول لليحيى إحنا فعلا المنظومة محتاجة تغيير جذري بشخصيات جديدة. لو كنا فعلا إحنا بنتكلم صح وعايزين نطور من نفسنا، وأنا بوجه هذا النداء لزميلي وأخي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لابد إنه يبتدي يفكر في كرة القدم بأسلوب مغاير تماما عن الإعلام الانتمائي وعن الإعلام اللي عامل دوشة وبيطرح أسماء وبيطرح شخصيات، ومع احترامي الشديد لكل هذه المعطيات، ولكن لابد من التغيير الصحيح وهذا هو التوقيت. مش عيب ان احنا على الاقل نقعد سنتين ثلاثة نطور من انفسنا عشان نعود مرة اخرى اقوياء، مش عيب ابدا. صح. ليه؟ لان احنا عندنا انهيار. حضراتكم بتتكلموا في الفقرة عن التحكيم، يبقى ما اجيبش بقى انا خبير بروفيشنال وذا بروفيشنال منتاليتي بعقلية احترافية. صحيح. واجي الاقيه بيتعامل مع هواه وبيتعامل مع ناس في اتحاد الكرة ما لهمش علاقة بمفهوم الاحتراف. هو ده حقيقة، وأنا قصدت أن أنا أتكلم في الموضوع ده بداية عشان نبتدي الحوار.
كابتن اسامه، يعني هبتدي معاك من نفس النقطه ومن نفس اللي حضرتك بتتكلم بيه، وهو اتحاد الكره المصري. والنهارده يمكن مستنيين قرارات لاتحاد الكره المصري، والاقرب او اللي طالع يعني واللي سامعينه هو كابتن ايهاب جلال مش مكمل، لسه مش عارفين اذا كان الاتحاد المصري هيكمل ولا مش هيكمل. راي حضرتك في ده ايه؟ وهل الكابتن ايهاب جلال اتظلم؟ وهل فعلا منتخب مصر محتاج مدير فني اجنبي الفتره اللي جايه عشان تقدر تبني زي ما انت بتتكلم على 3-4 سنين جايين، او كابتن ايهاب جلال يكمل المشروع اللي هو لسه بداه، ولكن بداه مش البدايه الافضل لاي مدير فني؟ يعني من وجهه نظر حضرتك ايه الافضل يا كابتن اسامه؟ يا يحيى، مشروع ايه يا يحيى؟ خلينا نتكلم بمنطقيه اكتر. النهارده طبعا ايهاب جلال لا يصلح، مع احترامي الشديد ليه، على فكره ايهاب جلال كان احد لعيبه النادي الاسماعيلي اثناء ما انا كنت اتولى مسؤوليه المدير الفني للنادي الاسماعيلي سنه 95، واعلم جيدا شخصيته. فبالتالي النهارده هاخد مثال، وحقيقه انا ناقشت الموضوع ده برضو مع المهندس سامح فهمي، ان ازاي المدير الفني المسؤول مش قادر يواجه الناس النهارده ويقول لهم والله انا هرجع مصر بعد اسبوع. الله، ده الشارع المصري بيغلي النهارده. يبقى هنا اول سمات شخصيته عدم القدره على المواجهه. يبقى ازاي ده انا اعتمد عليه وابتدي اديله مسؤوليه بحجم كره القدم المصريه والمنتخب القومي الكبير علشان خاطر يتحمل مسؤوليه هذا الفريق، وهو النهارده بيهرب، مش قادر يواجه ومش قادر يرجع. فقال لهم والله انا مسافر، مش عارف امريكا ولا مش عارف رايح فين. هذا لا يصلح، لازم نواجه بالواقع. ده حاجة. الحاجة التانية، لما اجي اتكلم فنيا بقى عن ما حدث في ماتش اثيوبيا، ازاي انا اغير 3 لعيبة من اكتر اللعيبة يعني لياقة قبل نهاية الشوط الاول، لعيبة النادي الاهلي اللي كان منهم من السلية وطلع، وبعد كده ابتدينا الشوط الثاني بكوارث اكتر. طبعا ده خطأ فني تكتيكي عالي جدا، يقع مسؤول الأول فيه المدرب الفريق إيهاب جلال. إزاي النهاردة الاتحاد الكورة بقى، إزاي النهاردة آجي أعمل مباراة ورايح كوريا واخد فيها 100,000 دولار، وأنا عندي نجم النجوم محمد صلاح لوحده بس بيعمل في اليوم 100,000 دولار، محمد صلاح. فهنا معناه أن طموحاتنا إحنا قلت جدا، طموحات الكرة المصرية من خلال قرارات الكرة المصرية اللي بتطلع من الجبلاية لا تتناسب مع طموحات المجتمع المصري. ودي نقطة مهمة جدا. انت رايح تلعب مباراة في كوريا وبتاخد فيها 100,000 دولار وفرحان، وعندك أحسن لاعب في العالم تهديفيا بياخد لوحده بس في اليوم 100,000 دولار. هنا كان لازم تستفيد بالخاصية دي، وتستفيد لما اقعد بقى نيجوشيشن على الترابيزة وابتدي اعمل اتفاق بحجم كبير بحجم منتخب مصر. يبقى لازم افكر في المعطيات دي، ازاي النهاردة ابتدي ادي مسؤولية لمدرب ملوش اي خلفية مع اي اندية جماهيرية كبيرة قادرة على ان يواجهها اثناء الهزيمة لما فرقته بتخسر ولا حاجة، دايما بيهرب. ازاي ندي؟ فين التفكير؟ فين رجال اتحاد الكرة؟ فين الجبلاية؟ فين الطريقة اللي بيرسموا بيها سياسة وطريقة بينتقوا ويختاروا فيها الشخصيات اللي بتشتغل؟ مع منعدمة، للأسف منعدمة. فتيجي النهاردة أستنى اتحاد الكرة عشان هيطلع بقرارات؟ هقول لك يا يحيى، هقول لك يا مريهام، النهاردة اتحاد الكرة هيطلع بقرارات، وأنا بقول لكم مسبقا حاليا هيطلع بقرارات يتوه بيها الشارع الكروي المصري، مش هيطلع بقرارات جذريه. هم مش هيمشوا ولا هيقول لك احنا ممكن نمشي، هيقول لك خلي المشكله تموت نفسها او خلي الوقت يموت المشكله. ما ينفعش. لازم وزير الشباب والرياضه يتدخل، ونبتعد عن نغمه التدخل الحكومي. كره القدم النهارده اصبحت امن قومي. النهارده شوف الشارع المصري النهارده قد ايه في احباط بعد مباراه اثيوبيا والمباراه اللي قبلها المباراه كوريا، يعني بعد اثيوبيا. فهنا معناها ان الشارع المصري محبط. طيب لما الشارع المصري محبط، معنويات الناس هابطه، مش ده امن قومي؟ وظيفه الدوله ايه؟ ارتفاع معنويات المواطن المصري من خلال احساسه بالبرايد، احساسه بالعزه، احساسه بالفخر. النهارده انت بتعود شعبنا وبتعود ولادنا على انهم ينهزموا. ليه؟ لأن سيادتك قاعد في الجبلاية
بتعمل قرارات عشوائية وبتعين ناس ملهاش أي بعد استراتيجي يطمئن الناس على الأقل أن هناك شيئا ما سيحدث بنظرة مستقبلية. انت نزلت بطموحاتك من انك مشيت كيروش وامكانيات كيروش الهائله، وانتم تعلموا جيدا انا قد ايه كنت واقف مع الراجل ده ومناصر ليه حتى في اسوأ ازماته، لان اعلم جيدا انه ذو فكر عالي تمام. واعتمدت النهارده على مدرب مصري ما عندوش اي خلفيه، مع احترامي الشديد ليه طبعا، ولكن انا بتكلم على المهنيه، بتكلم مش مساله بقى ان انا بدي فرصه لمواطن مصري، لا ما انا ادي فرصه لمواطن، بس لازم على الاقل انتقي وعلى الاقل ابتدي افكر هيفيدني ازاي، افكر في سماته الشخصيه، التركيبه الاجتماعيه بتاعه مدرب منتخب مصر ايهاب جلال لا تصلح للقياده. في ايه بقى اكتر من كده؟ وانا المدرب مدرب كنت بدربه وعارف بالظبط شخصيته ماشيه ازاي، لكن لما اجي اتكلم على مصر هنا بقى تعالوا بقى نقف ونتكلم بالورقه والقلم ونتكلم منطق. طيب كابتن اسامه خليني اسال حضرتك، يعني انا شايفه انه اخر مشكله ممكن يكون بيعاني منها منتخبنا الاول هو تحديد هويه المدير الفني، يعني دي حاجه سهله وكل يوم لو عايز تجيب مدير فني جديد ويلعب ماتشين ويمشي دي حاجه مش اختراع، ولكن انت بتتكلم على استراتيجيه، فاحنا علشان نكون بنعمل استراتيجي نمشي عليها توصلنا في الاخر ان المدير الفني اللي يجي ده يعرف يعمل حاجه، احنا في الاخر الدنيا زي ما حضرتك قلت للاسف عندنا فيها عشوائيه كتيره وقرارات مش بتكون مبنيه على يعني مثلا رؤيه او فيجن او خطه مرسومه. احنا كمان كنا بنتكلم انا ويحيى في بدايه كلامنا على انه لازم يكون في ارتباط كبير ما بين اختيار المدرب او المدير الفني للمنتخب الاولمبي والمدرب كمان والمدير الفني لمنتخبنا الاول، لان دول في الاخر جيلين بيسلموا بعض ولازم يكون في تناغم ما بين طريقه لعب المنتخبين. هل حضرتك تتفق معانا ولا لا؟ وهل تتفق برضو معايا في قصه ان المدير الفني مش هو المشكله، احنا عندنا مشكله اكبر وموجوده في الجذور بشكل اكتر؟ ابسولوتلي رايت يا مريهام، انا متفق معاكي تماما في كل كلمه حضرتك قلتيها مع يحيى. ليه بقى؟ لان النهارده لازم اعمل فصل، ايه هي مميزات المدرب الاجنبي وايه هي مميزات المدرب المصري. هنقول المدرب المصري علشان من المجتمع وعارف وعارف طبيعه اللاعب ولا اخره، لكن عندي عيب خطير جدا، المدرب المصري انتمائي. انتمائي بمعنى ايه؟ انه لازم يخضع لاي من الانديه سواء كان اهلي او زمالك. هنبعد بعيد ليه؟ ايهاب جلال نفسه جاي من بيراميدز، عدد كبير جدا من لاعيبه بيراميدز فجاه بقوا في منتخب مصر. هنا الانتمائية وانك انت بتعمل لويالتي وبتعمل تكبير للجهة اللي انت شغال فيها علشان تضمن مكان بعد ما تبطل مع منتخب مصر بترجع له تاني. هنا مرفوض، عشان كده انا بقول ودايما اقول المدرب المصري لا يصلح لتدريب كرة القدم من ناحية الفرق الجماهيرية الكبيرة ومن ناحية منتخب مصر. ليه؟ لانه فكره انتمائي، والفكر الانتمائي هنا بيجر وراه بقى إعلام انتمائي، فأصبح ليه مناصرين ضد مناصرين، إعلام انتمائي. فمين الخاسر؟ الخاسر الكرة المصرية، منتخب مصر. عشوائية في الاختيارات، مجاملة في الاختيارات، محسوبية في التعامل، نيمت يعني أشياء كتيرة جدا. لكن تعالي بقى لمدرب أجنبي، المدرب الأجنبي لديه القدرة على أن يعمل لينجح، وبيعمل كل ما في وسعه علشان ينجح. مش معناها كده انه يبقى انتمائي، ما عندوش فكرة عن النادي ده ايه والنادي ده ايه والشخص ده ايه ومين هنا ومين هناك، هو جاي علشان كل تركيزه عايز يعمل فرقة وينجح بيها. هنا اديله فرصة، وهنا اللي عمله كيروش. هم كانوا زعلانين ليه من كيروش؟ لان الاعلام الانتمائي مش على هواهم ان كيروش قرر ان بعض من اللعيبه لا يصلحوا المنتخب المصري، وهذا الاعلام الانتمائي كل فكره ازاي يساعد النادي بتاعه اللي هو بينتمي ليه من خلال تواجد لاعبيه. مشكله كبيره، ده للاسف اتس ريديكلس، حاجه تحزن. لكن لما ادي بقى المسؤوليه لمدرب اجنبي بانتقاء، هنا لابد من وجود عناصر محترفه تقود الكره المصريه، لابد من وجود عناصر لديها خبرات التعامل مع الكرة العالمية،
لابد من وجود عناصر ذكية تعرف إزاي تسوق الكرة المصرية بأسلوب يتناسب مع حجم وجماهيرية الكرة المصرية. النهاردة مش مقبول أن الدوري السعودي بيتصرف عليه كذا والمردود بتاعه أكتر من 10 مليار جنيه. يعني شركات الإعلامات والإعلانات والدعاية والكلام ده طبعا يهمهم أنهم يشتغلوا. لكن تعالى بقى عندي النهاردة تسويقيا، النهاردة للأسف الشديد اتحاد الكرة بياخد كام؟ 300-400 مليون في السنة، بتوزع على 65% رايحين للنادي الأهلي، 20% رايحين للزمالك، 15% رايحين لكل أندية مصر. وتقولي لي في كرة في مصر؟ بالقطع لا. النتيجة إيه؟ النتيجة إخفاقات النادي الأهلي. النهاردة كلنا عارفين طبعا ما حدث مع الوداد وخسرانه لبطولة كأس أندية إفريقيا. النهاردة منتخب مصر خسر من كأس العالم، والله أعلم هيكمل في إيه بالنسبة للأدوار التمهيدية علشان كأس الأمم الإفريقية. كل دي إخفاقات ليه؟ غياب العدالة. مين بقى اللي هينظم العملية دي؟ هينظم الموضوع ده عقليات محترفة بعيدة كل البعد عن، ودي في غاية الأهمية، الانتماءات اللي كانت بتحصل في الكرة المصرية سابقا، وتكون نظيفة اليد وتكون سمعتها طيبة. والأسماء كتيرة، وأنا ذكرت منهم أحد الأسماء وذكرت منهم شخصية أنا أتصور وجوده في هذا المكان هيعمل تطوير وهيعمل تفريغ رائع ودم جديد في الكرة المصرية. نتمنى دائما وابدا يا كابتن اسامه لاصلح لمنتخب مصر والمنظومه الرياضيه بشكل كامل. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الاسماعيلي كابتن اسامه خليل اللي دايما بينورنا وبيشرفنا كالعاده في صباح اون تايم. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل نواصل.